أعلن وزير النفط جبار اللعيبي أن حقل الحلفاية في محافظة ميسان سيصل إنتاجه إلى 400 ألف برميل يوميا، وذلك بإضافة 200 ألف برميل باليوم بعد انتهاء المرحلة الثالثة من تطويره. وقال اللعيبي خلال لقائه بشركة نفط ميسان إن الوزارة بدأت ببرامج جديدة لتطوير الحقول النفطية في المحافظة بالتعاون مع شركات عالمية معروفة، كاشفا عن إنشاء مدينة نفطية متكاملة ومجمع نفطي للمعالجة، فضلا عن خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز والماء ومحطة توليد الطاقة الكهربائية وأبنية للسيطرة والإدارة.